فحم. صباح التأثيرات الفلكية المهمة لكفت الأبراج، فما اجتماع سيمورات بين المريخ والشمس اللي ينزاد لهم كوكب القمر للعذراء الحبيب، فما برشة تأثيرات كبيرة من العذراء الترابي على كفت الأبراج في الصحة وخاصة في راحتنا النفسية وفي وضعيتنا المهنية. وهوني نحكيو على دقة الملاحظة على تأثيرات كبيرة باش تكون طاقة ممتازة، الحقيقة طاقة ما كيفهاش حسب الفلكي منيب الشيخ. تحية لك فاطمة ولك المستمعي راديو موزايك اف ام ولكل أهلنا بتونس. نحن بشهر العذراء كل عام وكل مواليد برج العذراء بألف خير. انتقال القمر لبرج العذراء يوم الاثنين والثلاثة 6 و7 سبتمبر رح يعمل حدث كتير مهمة بتعطي طاقة إيجابية للأبراج. أكثر الأبراج اللي بتستفيد هي برج الثور، برج العذراء وبرج الجدي. وكما كنا نسمع فما انسجام فلكي تخلي طاقتنا إيجابية. وهوني نحكي زيدة على عطارد اللي بش يكون موجود في الميزان مع الزهرة، اللي إن شاء الله بش يصير زيدة انسجام مع زحل والمشتري من برج الدلو. بداية الأسبوع راهي بش تكون إيجابية لكنتي يا مراد. وهوني زيدة نحكيه على برج الحمل الناري، عنده خدمة جديدة فما الفلوس وين تلتزم زيدة الإتمام بعض مواضيعك العالقة. والثور زيدة في أفضل أيامات حياته، حظوظك إن شاء الله يا ربي تكون ديما الفوق ونار الحب راهي باش تكون شعلة. اتصالات ممتازة عندك سفرة وإلا زيدة باش تحضر لنا المشروع كبير. والجوزي زيدة يستنى فيه نجاح بعد سلسلة الحقيقة من السلبيات. الفلك اليوم يحكي على تأثيرات ممتازة، فما مفاجآت عزيمة قوية واتصالاتك عال العال. والسرطان حلول وتسويات مهنية تتخلص زيدة من برشة عراقيل وترجع زيدة لحياتك اليومية تتمتع بالحظ السعيد وتعيش انفراج. حتى الأسد عنده الحركة وبرشة برشة جديد هو راهو ما كانش متوقع. زيدة راهي تتبسم لك الأقدار، أسبوع الحاصل راهو بخمسة نجوم وتحقق زيدة أمنيتك وين تعيش انفتاح على كافة المستويات. نتعداو المولود اليوم مواليد الشهر 9 من برج العذراء الترابي اللي نتمنوا له برشة خير وسعادة، فما بداية جديدة تنسى بيهم الحقيقة الماضي، فما انفراجات كبيرة وتسيطر زيدة على الأوضاع اللي كنت تنجم تفلت منك. والميزان مطالب باش يهتم بمشاعره وبقلبه، تراه شوف روحك شنو تحب الضبط وعيشك، حاول تستغل طاقتك الإبداعية. حتى العقرب مطالب باش يتمسك بقراراته وجهات النظر متاعه مادامو مقتنع بها، فما انطلاقة الخير نحو آفاق مهنية واسعة، تعيش زيدة نجاحات وتعيش زيدة برشة تطورات. القوس حاول تراعي ظروفك الصحية وما تخليش عيشك الإرهاق يسيطر عليك. والجدي أنا فرحانة بيك على خاطر عندك منصب مهني جديد، فما الفلوس وانطلاقة مهنية واعدة برشة نجاحات. والدلو الحب هو عنوان نهاير اليوم، تعيش رومانسية كبيرة سي هيثم، تحقق زيدة سعادة وبرشة استقرار. ونختم مع الحوت، الحقيقة هي مرحلة متقلبة أحداثها، نحبك ترد بالك لا تتسرع، والأيامات الجاية راهي توعدك برشا إيجابيات وين تتحسن زيدا وضعيتك المهنية.